هل ستسكن شباكك يا شعافي؟ وحسامك طيفة وحسام ويسجل هدف أول لصالح فريق خريستيرت هلان. هدف في هذه الدقائق، حسام قطيفة يسجل أول الأهداف، وهنا الاحتفالات من جانب فريق خريستيرت. لقطة الإعادة يسارية قطيفة تعطي التقدم. لا وجود لصافرة، يقول حكم المباراة والتسديدة رائعة كانت من حسام قطيفة. من جديد الحسين، التمريرة البينية متأخرة، حسام قطيفة زاد في السرعة يلعب الكرة من جديد، المناعي خطيرة، ممكن الثاني، ممكن الثاني. صالح فريق خريستيرت الكرة الآن، كيفية لمس الكرة بالكعب بشكل طيب الآن لتصل لعماد الآن. للحسين في وسط الملعب، كيفية كيفية يلعب الكرة يا حويلات حويلات، كيفية من جديد لضيف الله، كيفية كيفية يدور يلعب الكرة للحسين، لعب الكرة في الجهة اليمنى الآن عند النقاز، الآن يدخل منطقة الجزاء النقاز، يلعب الكرة العرضية خطر الكرة ولكن تدخل الدفاع لعلي الشعافي. ترجع الكرة، النقلات من جديد، رامزي المناعي يسلم الكرة لقطيفة، والتوغل والتدخل. تعود الكرة، مباراة اشتعلت، المباراة نار الآن، حسام قطيفة واحدة واثنين، تبادل الكرة ورايح الجهة اليسرى عن طريق سلم ضيف الله، واحد مع واحد وسالم مع عماد وفي المرمى، لا لا يا علي اشعل يسجل بالراس يا قطيفة قطيفة، والكرة العرضية خطيرة خطيرة الكرة ومباغثة، كانت المراقبة بشكل جيد من علي الشعافي. هذه لقطة الإعادة، هذه الخطوات الزايدة، الانطلاق الآن يجد المساحة، يمر الكرة تجاه قطفية، الآن قطفية هي نفسه يسدد. تبادل كروي ناجح بالنسبة لفريق خريستيرت، عكس اللعب هناك مع تقدم قطفية في الجهة اليمنى، فرصة لعب الكرة العرضية الآن، قطفية قطفية في منطقة الجزاء، قطفية يعني هي الكرة نفسها خضر الكرة ولكن تعود من الدفاع تتهيأ. تلو الأخرى بينية الآن، لا وجود للتسلل، الكنترول بشكل رائع من حسام قطيفة، حسام صاحب الهدف الأول الذي جاء. الفوني تقدم
يلعب الكرة اللي قطفية. قطفية يمر الكرة بشكل طيب عند المناعي. كرة من جديد زرقاء حصار تدخل لا وجود لخطأ قطيفة واحدة واثنين وهذه التسديدة والتغطية لجمال لقطفية الآن. قطفية تغيير اتجاه اللعب في الجهة اليمنى عند المناعي. المناعي يعني الحسين اللي قطفية تغيير اتجاه اللعب هناك ولعب الكرة عن طريق حولات خطر الكرة تتهي Right.